أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبائي وأبنائي طلاب الصف الثالث من مدارس دار الثقافة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى من الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم ويبعد عنا وعنكم المرض والجنون والجذام وسيء الأسقام، ويجعلنا على ذكره وشكره وحسن عبادته من العاملين، وأن يعيدنا إلى مدارسنا لا فاقدين ولا مفقودين. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من حفظة كتاب الله، إنه على كل شيء قدير، وينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين. نكمل الآن تلاوة آيات سورة الإنسان حفظا وتلاوة إلى الآية 28 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. صدق الله العظيم. إذن وصلنا إلى الآية 28 في تلاوة وحفظ سورة الإنسان، وأتمنى على جميع الطلبة إعادة تلاوة الآيات وحفظها بشكل جيد، ومراجعة الآيات من الآية الأولى حتى 28 كي نستمع إلى حفظكم وتلاوتكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا الله وإياكم من حفظة كتاب الله الكريم. ونعيد الآن التلاوة مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. صدق الله العظيم. إذا نكون بذلك قد وصلنا إلى الآية 28 في حفظ وتلاوة الآيات من سورة الإنسان. أتمنى على جميع الطلبة إعادة التلاوة والحفظ عدة مرات، وإعادة حفظ السورة من أولها إلى الآية 28 إن شاء الله. سيكون المقطع القادم بإذن الله هو المقطع الأخير في حفظ وتلاوة سورة الإنسان بإذن الله. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلنا الله وإياكم من حفظة كتاب الله الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.